قلق في كوريا الشمالية على صحة الزعيم كيم. دونالد ترامب يعود لمسار الحملات الانتخابية. وتداول مشاهد مؤلمة لوفاة تونسي أمام مستشفى في القيروان. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. البداية من كوريا الشمالية، حيث يشعر مواطنو البلاد بالحزن بسبب فقدان الوزن الواضح للزعيم كيم يونغ أون بعد مشاهدتهم مقطع فيديو حديث يظهر فيه زعيمهم وقد فقد قدراً ملحوظاً من وزنه. هذه التصريحات جاءت على لسان أحد سكان بيونغ يانغ لوسائل الإعلام الحكومية الخاضعة لسيطرة مشددة، قائلاً من دون ذكر اسمه إن رؤية الزعيم يبدو هزيلاً، أمر يحطم قلوب شعبنا كثيراً. من كوريا الشمالية إلى أمريكا، حيث أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب رسمياً حملة انتخابات منتصف الولاية، وذلك خلال تجمع في أوهايو أحيا أجواء مهرجاناته الخطابية الحماسية وسط تركيزه على الاقتراع الرئاسي للعام 2024. ترامب صور أمريكا في خطابه على أنها بلد يسير نحو الهلاك في عهد خليفته جو بايدن، مكرراً مزاعمه عن سرقة الديمقراطيين انتخابات العام 2020، فيما لم يعلن الرئيس السابق رغبته في الترشح لعام 2024 خلال الخطاب. إلى تونس هذه المرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤلم يظهر مواطناً وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب نقص حاد في الأكسجين ناجم عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك أمام مستشفى ابن الجزار في مدينة القيروان. الطبيب في المستشفى العسكري التونسي ذاكر الهذيب اعتبر وفاة المواطن دون أي إحاطة أو تدخل لمساعدته هي جريمة دولة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن المتوفى كان يتلقى الإسعافات لكنه خرج لأسباب مجهولة وفارق الحياة بعد محاولات لإسعافه. في خبرنا الأخير، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال المملكة، مشيرة إلى أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في السعودية. الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الشمراني أوضح أن هذا الاكتشاف الأحفوري التاريخي الهام يعود لعصر الأيوسين الأعلى، مضيفاً أنه يخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير للكشف عن أسرار عصور جيولوجية وبيئات بحرية قديمة.